سبح باسم ربك العظيم. بحث حلو، موقف السلف الصالح من الصوفية، سواء الوالد سيدوي السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الوزير نائب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية، وكان ذكرت اللي معاه الشيخ عثمان المهيني، المهندس أحمد مال الله، عبد اللطيف الفودري، الهندي، منو يا ربي ذكرني، شبابهم كانوا، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، والله يمكن معاهم بعد جهاد البناء، يمكن معاهم ذكرهم الحين واحنا نقرا البحث. المهم ان الوالد وزع منا اوراق وايد وانا راح اجددها. يقول اقتبس لكم، يقول امام ابو القاسم الجنيد ملقب سيد الطائفه الصوفيه والفقهاء، الطرق كلها مسدوده على الخلق الا من اقتفى اثار سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، من لم يحفظ القران ويكتب الحديث اقتدى به في هذا الامر، اي التصوف، لان علمنا مقيد بالكتاب والسنه. قال سهل بن عبد الله، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء اي بالمعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فهو عيش النفس، اي من هوى النفس لا يقبله تعالى، وهو من كبار الصوفيه. ويقول ابن عطاء السكندري اللي الشيخ سيد محمد بن ادريس الصديق الادريسي المشيشي الحسني كله يقول لا تدبر فلا المدبر اهل التدبير هلك، وبعد قايلها الشيخ جلال الدين الرومي التبريزي شمس الدين، يقول ابن عطاء من ألزم نفسه وأداب السنة نور الله قلبه من نور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. قال أبو حمزة البغدادي، لا دليل على طريق إلى الله إلا متابعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال أبو حمزة البغدادي، لا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول إلى الله في أحواله وأقواله وأفعاله. قال أبو القاسم النصر أبادي، عالم خراسان في إيران، أصل التصوف اللي فيها علي زين العابدين، ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وترك الرخص والتأويلات. وقال حجة سامي محمد الغزالي عن الصوفي، إن سلك سبيل الله، وأنتم صوفيين بعد، إن يقول هني إن سالك سبيل الله قليل والمدعي فيه كثير، ونحن عرفك علامتين له، الأولى أن تكون جميع أفعاله موزونة بميزان الشرع وموقوفة على توفيقاته إيرادا وإصدارا وإقداما وإحجاما، إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس من مكارم الشريعة كلها، والثانية لا يصل فيه إلا من واظب على جملة من النوافل، فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض. وقال الإمام التستري، أصول طريقنا أي منهج الصوفية سبعة، تمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتجنب المعاصي ولزوم التوبة وأداء الحقوق. قال أبو حفص أحد كبار الصوفية، من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد من ديوان الرجال. التصوف هني الشعراني، كتاب إلى طائف المنن، ومما من الله تبارك علي صبري على الحسد والأعداء لما دسوا في كتبه كلاما يخالف ظاهر الشريعة. وهني كتاب لطب مدن، أيضا المؤرخ الكبير عبد الحي بن العماد الحنبلي في كتاب جدرات الذهب صفحة 374، ما بيطول عليكم. قالوا حسده طوائف فسدوا عليه كلمات تخالف ظهر الشرع وعقائد زائفة ومسائل تخالف الإجماع، فخذلهم الله وأظهر الله عليه مكان مواظبا على السنة مبالغا في الورع. الله. قال الشعراني كان رضي الله عنه مقيد بكتاب السنة. علامة ابن العابدين الفقه الحنفي، صاحبك الموسوعة في الفقه الحنفي، إن الراجح عنده بالنسبة ما ورد في كتب الشيخ محي الدين من العربي ما يخالف الشرع فإنه مفترى عليه، لكن اجي النص عبارة صاحب الدر المختار، لكن الذي تيقنت ان بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس سره، لان ابن تيمية الحرام في مقبرة الصوفية نفسه يعترف بالدس على السيدة رابعة العدوية، حيث يقول اما ما ذكر عن رابعة من قولها عن البيت الحرام انه الصنم المعبود في الارض فهو كذب على رابعة المؤمنة التقية. الله. كلمة الصوفية، الإمام الشاطبي قال عن ابن القاسم وقيش بتاع التصام إنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا له بدع، فذكر أن المسلمين من بعد رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتسم أفضالهم على سم باسم من سواة الصحبة. ونقل الفقيه الحنفي الحص كفي صاحب المختار أن أبي علي الدقاق عمر الله قال أنا أخذتها الطريقة من أبي القاسم النصر أبادي، وقال ابن نصر أنا أخذتها من الشبلي، وقال وهو من السري السقب طي، هو خال الجنيد بغدادي، وهو معروف الكرخي، وهو داود الطائي، وهو أخذ العلم الطريق عن ابن الحنيف عن ابن حنيفة رضي الله عنه، يعني كابر عن كابر ما شاء الله عليهم. وهاي أربعة
صفحة 4. قال الإمام مالك: من تفقع المتصوف فقد تفسق، من تصوف لم يتفقه فقد تسندق، ومن جمع نمو فقد تحقق. كتاب الشفاء للقاضي عياض. وجاء في الإمام الشافعي قوله: حبب إلي من دنياكم ثلاث: ترك التكلف عشيرة الخلق، بالتلطف الاقتداء بطريق أهل التصوف. كتاب كشف مزايا الباطل المشترى دعاية سامر. نقل الإمام محمد السفاريني الحنبلي عن إبراهيم بن عبد الله القلانيسي أن الإمام الحنبل قال عن الصوفية: لا أعلم أقواما أفضل منهم إلا أنهم يستمعون ويتواجدون. قال: دعوهم يفرحوا مع الله ساعة. هذا كتاب غذاء الباب شرح منظومة الأدب. فهذه أقوال أما الأربعة رحمه الله تفضل التصوف ومنزلة. عليكم السلام السادة الصوفية في الإسلام. وقال الشيخ ابن تيمية في الرسالة الصوفية والفقراء صفحة 18 طبع المنار سنة 1928 عن الاصطلاح القوم وهم يسيرون بالصوفية إلى معنى الصديق ضل الطرق بعد الأنبياء الصديقون ولم يشاحة في الاصطلاح. فمن جمع بين صفاء العلم في أعلى مرتبة من الشهود جامع معين اليقين وصفاء العمل في أسمى مرتبة الإخلاص وصفاء الحال في ذروة الصدق والحب والإلان والمحبوبية، فأدعوه من الربانيين أو قل من الصديقين أو ادعوه صوفيا فلا جناح عليك، فالمسمى واحد وإن اختلف اسماء. وعلى سبيل المثال قال المفسر الكبير فخر الدين الرازي: كلهم كبارة. تابع اعتقادات فرق المسلمين الشركين. الباب الثامن أحوال الصوفية المتصوفة. قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس مع العلاقة الجسمانية، يجتهدون لا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله في سائر تصرفاتهم وأعمالهم، متطبعون على كمال الأدب مع الله تعالى. هؤلاء هم خير فرق الآدميين. والإمام فخر الرازي هو من تعرف الأمة مكانته العلمية وموفقه ومؤلفاته وعقيدة السامة الصحيحة. والإمام السبكي كبار قاوا علماء أصول المدافعين عن السنة بإجماع الكثير من العلماء عن طريق الشيخ محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعية الإسلامية من الجمعية الشرعية مصر. وهو علم أن التصوف المتقدم ذكره عرف أيضا بتعريف أخرى، مثل أنه الجد في السلوك إلى ملك الملوك الأخذ بالأحوط من الأحكام، إلى أن قال: ولذا قالوا الصوفية قعدوا عن الدعائم الأصلية ووقف غيرهم على الرسوم، ومن هنا فازوا فوزا عظيما وبلغوا من الكمالات ما لم يصل إليه غيرهم. ولكن لا سبيل لك أيها الإنسان إلا بمجاهدة النفس ليلا ونهارا بهمة قوية. والشيخ خطاب السبكي الذين عرف عنهم واشترى محاربته للبدع والخرافات. وقال الإمام النووي بسوريا شارح صحيح مسلم وصاحب كتاب رياض الصالحين: أصول طريق صف خمسة: تقوى الله في السر والعلن واتباع السنة وفي الأقوال والأفعال والاعتراض عن الخلق في الإقبال والإدبار والرضا عن الله في القليل والكثير. هاي صفحة 4 إن شاء الله سيد يوسف الرفاعي. هاي صفحة 5 قد تكلم المقاصد الشافعي والشيخ إبراهيم اليوسف. اي والله إبراهيم اليوسف بالإمارات بابا الحين من أهل صديقك كله يسوي ندوات. وجاء في كتاب الصوفية السلفية للشيخ إبراهيم اليوسف عن تكلم ابن تيمية رحمه الله عن المتصوف، فقال في المجلد 11 من الفتاوى الكبرى: ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة، قد تكلموا في حدودي وسيرتي وأخلاقي كقول بعضهم الصوفي من صفى كدر وامتلأ من الفكر. وهذا إلا أن قال في صفحة 17: وقد تكلم ابن تيمية أحوال المتصوفة الصادقين مجلد الفتاوى الكبرى. الله مدحهم. أثر الصوفية المجتمع. قال أبو الحسن الندوي كتاب المسلمون الهند: إن هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد وخلاص اتباع السنة. قال أبو الحسن. وقال أمير شكيب أرسلان في كتابه حاضر العالم الإسلامي: أسباب هذه النظرية في أفريقيا راجعة إلى التصوف والاعتقاد بالأولياء. والأمير شكيب أرسلان مجاهدين وعلماء عرف منشنين. ويقول رشيد رضا في جلد المنار السنة الأولى: لقد صفحة 26: انفرد الصوفية بركن عظيم من أركانها الذي كان الدين لا يطول فيه مطاول، وهو التهذيب علما وخلفا وتحققا. والشيخ رشيد رضا لم يكن متحيزا لهؤلاء القوم، بل كان منصفا بقول الكلمة الحق التي لا بدل عنها. يقول الإمام عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق يعني الصاف أهل السنة والجماعة الصنف السادس منهم الزهاد وصول أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا بينهم التوحيد
ونفي التشبيه إلى أن قال وذلك فضل الله يتم من شاء الله ذو الفضل العظيم. في الحركة السلفية في الصوفية كتبه الشيخ عبد الملك المكي من علماء مكة كتاب موقف أمة الحركة السلفية متصوفة الصوفة الصوفية، ويقول ذكر قول الشيخ محمد عبد الوهاب بن تيمية وابن القيم الجوزية وابن الرجب بن كثير والحافظ الذهبي، وأخيرا ذكر رأي الإمام أحمد عمدل وقد قال في المقدمة. هكذا نسمع بالحين آخر منادي من التصوف كله باطل، والصوفية طائفة زائفة لا علاقة بالإسلام بل إنهم أعداء للدين، أصلا من اليونان أو بوذية الهند إلى آخر ذلك مترهات، وهذا كله مع الأسف الشديد باسم السلفية المسكينة. وهذا رأي الشيخ عبد الوهاب في التصوف الصوفية والثناء عليهم كما ذكر في القسم الثالث من مولفات الشيخ محمد عبد الوهاب، وجاء فتاوى الرسالة المسألة فأجاب أعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بالهدى الذي هو العلم النافع دين الحق الذي هو العمل الصالح. فإذا كان من ينتسب إلى الدين ومنهم من يتعافى بالعلم يتعانى بالعلم والفقه ويقول بيك الفقهاء، منهم يتعانى بالعبادة وطلب الآخرة كالصوفية، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع نوعين أي الفقه والتصوف. وهكذا يثبت الشيخ محمد بن الوهاب أن الصوفية سندهم ورسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عليه ينتسبون. وظلت صفحة هاي ستة وهاي سبعة، خليني أختمها أحسن لأن بحث تاريخي إن شاء الله نجدده. هذا العلامة من كبار الصوفية، وهذا رأيي الوالد كان يقول من العقيم الجوزية وكمذر الحافظ الحنبلي، كان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراته متدققة له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولة في كتاب مدار السالكين عن تعريف التصوف لابن القيم في الجزء الثاني صفحة 307، ما نصه الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكذلك التصوف. قال الكتاني التصوف والخلق، من زاد عليك في الخلق زاد وقد زاد عليك في التصوف. كتاني واحد القاضي هشام عيسى ماشين ولد اختي ماجد السيد يوسف الرفاعي في العناق الدالية قال من اعطيه سند، قال عبد الرحمن السلمي والله من الصوفي سمعته محمد بن خلق يقول، سمعته جعفر يقول، سمعته الجنيد بغداد يقول، المريد الصادق غني عن العلماء، وقال ايضا سمعته الجنيد يقول اذا رضى الله بالمريد خير اوقعه الى الصوفية ومنعه صحبة القراء. والجزء الثالث ما نصه قال الشافعي ان شوافع صاحب الصوفية، فمن تفعت فيه من الله بكلمة تسمع عندما يقولون أن الوقت كالسيف فإن قطعته ولا قطعك، ونفسك لم تشغل بالحق ولا شغلك بالباطل. إمام الذهبي الوالد مناظرته مع الشيخ عبد الرحمن بن خالق بالألفين بالأوبر بيت مع القحطاني وديوانة أحمد عبد الله الزمن القادسية 84 حضرناه أنا أخوي مع القاضي سيد يوسف رفاعي، واثنين وحضرهم نسيب إن زوج أختي بدور سيد يوسف هاشم السيد أحمد رفاعي الخبير الاستراتيجي والطيار عبد الكريم السيد عبد اللطيف خالد الغربلي الحسيني بديوانيته، وحضرها أحمد باقر عضو مجلس الوزير، وحضرها بعد كل وزارة الأوقاف شو اسمه، وحضروا شخصيات كويتية وايد فؤاد شو اسمه فريد عمادي خالد الزير الله يرحمه الزير يمكن حاضر بعد قبره هنية من الوالد، وقال الإمام الوالد كان يسند مناظرته مع عبد الرحمن عبد الخالق والسبت دوات أحمد عبد الله الزبن يقول إن الذهبي كله يمدح الصوفية. الله قال ترجمته عن ابن العرابي أن الإمام الحافظ الزاهد شيخ أبو الحزم الشيخ الحزم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي صاحب التصانيف، كان ثقة ثبتا عارفا ربانيا كبير غدر بعد بعيد يعني بعد الصيت. الله كذلك في الصفحة غندر، وأما غندر الثالث فهو صوفي محدث جوال لقي الجنيد وطبقته وكتب الحديث وسكن مصر. وفي الصفحة 1070 الملايين الحافظ العالم زاد أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص الأنصاري الهراري الماليني الصوفي الله كبار الصوفية. وعن أبو نعيم الحافظ الكبير مختص محدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني الصوفي. وفي نهاية الجزء الرابع والأخير من تذكرة الحفاظ ما نصه ولزمت الشيخ الإمام محدث مفيد الجماعة بالحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي، وسمعت منه جملة وكان دينا خيرا متصوفا متعففا، سمعت عن مفيد الطلبة المحدث الإمام المتقن
متقن اللغوي صفي الدين محمود بن أبي بكر الرومي ثم القرافي الصوفي. سمعت ابن من الإمام المحدث الأوحد الأكمل فخر الإسلام صدر الدين إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حموية الخرساني الجوني شيخ الصوفية. الله. وقد لاحظت أن أمثال الحافظ الذهبي أيضا له عدة مشايخ من المشايخ الصوفية، بل أنه ما ذكره من أحدهم منه أنه لزمه إلا أن الذي وصفه منهم أنه كان دينيا خيرا متصوفا متعففا. وليك أيضا الحافظ من رجب الحنبلي ترجم الطبقات صبغة جاء إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الصالحين الفقيه زاد العابد شيخ الإسلام بركة الشام قطب الوقت تقي الدين أبو إسحاق. وفي الصفحة 353 محمد بن عبد الله بن عمر ابن أبي القاسم بغدادي المقرئ المحدث الصوفي. كذلك مذكر أبو يعلى عن التلاميذ الإمام أحمد بن حنبل كثير ما يثني على بعضهم بأنه صوفي. فقد ذكر الإمام الحافظ القاضي أبو حسين بن يعلى بن طبقات الحنبل الجزء الأول صفحة 26 أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد وأبو عبد الله الصوفي سمع علي بن الجعد وأبا النصر التمار ويحيى بن معين عن آخرين نقلا عن إمامنا أشياء. الله العظيم بشرف شرف الله. وكذلك يتجلى ورد الحديث كالإمام الذهبي وقولون سنسيه تسميتهم صوفية ومسماكم مسلمين من قبل. أخيرا في هذا الحجج الدامغة وطالب أخيرا ندعو الله سبحانه أن يرزقنا الصدق والأقوال والأفعال وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اتباعه اجتنابه زل ما ضل منها من الزيغ والضلل إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا يا أبو يعقوب، أنت صراحة منارة الصوفية. السيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي بطل ما راح يتكرر الله أعلم 10,000 سنة. خالد درويش خالد مريد خالد سيد الساشم سيد أحمد رفع مريد طريق رفع الصوفية ولست شيخ أدعو.